نسيت بالله عليك اخوك، نسيت ان طارش اخوك، اخوك من امك وابوك. ما نسيت ان اخوي ولد امي وابوي، بس ليش مسكن صافي ناز عنده في البيت؟ ليش ما يخبرني؟ ايش تحت راسه؟ ايش بلاك انتي؟ شو بعد تحت راسه؟ الريال حاله حال الناس، يبغي يأجر بيته، يبغي يستفيد لك كم من فلس، شو فيها؟ الا اقول شيء انت تحت راسه ها؟ وانت ما تبغى تخبرني. وش في الريال ما تقولي لي؟ ريال ما ناقصنا شيء، ايش بلاك؟ خليه يستفيد. يا سلام، تبغى يستفيد ها؟ طبعا بتدافع عنه لانه هو مثلك، اللي في فواده في فوادك انت. شوفي عاد تتكلم عن المساخ التي مسختيها عاد، يلا عاد. ايش حق تدافع عن طروش وما تبغى نشتكي عليه؟ عموه انا اقول خلي عن شان رمسه، وباتن احنا بنصير عند الريال بنتفاهم يا ولا ايش رايك انت؟ صحيح صحيح. دوكم انتوا هذا وذراعي فيها الصبر، هاي تصبر لين باكر. سارت ابوي، سارت اليوم ضاربت يا خلق الله هناك. اي نعم ضاربت بيا صافي ناز، اي وشمرت لها شعرها، لكنه هو اللي خشم بيننا وحمر عيونه، يفتكرني بخاف منه وبقول له سامحني يا اخوي وخلاص سوي في البيت اللي انت تبقى. عمو حي بسألت سؤال، على هاليولة هاي كلها انت متأكدة انك نصيب في هالبيت؟ معلوم لازم اللي نصيب لان بيت ابونا. ما عليه ما لبوك، بس في الورق شو مكتوب؟ باسم منو؟ ما مكتوب باسم حد. شو مكتوب؟ ما ادري بس اكيد باسم ابوي.